إلى ذلك، كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة أبلغت المبعوث الأممي موافقتها على تمديد الهدنة واعتراضها في الوقت نفسه على مناقشة أي بنود جديدة قبل تنفيذ الحوثيين التزاماتهم بفتح الطرق إلى تعز وبقية المحافظات. وقالت المصادر أن المبعوث الأممي يسعى للقاء الرئيس العليمي ومناقشة ملف الهدنة رغم تواجده منذ يومين بالعاصمة عدن.